إلى ذلك تتواصل جهود أجهزة الإسعاف الليبية والأجنبية للبحث عن المفقودين وجثث الضحايا جراء الفيضانات في مدينة درنة وأكد الهلال الأحمر الليبي أن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في انتشال جثث الضحايا من البحر يأتي هذا فيما أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عن تقسيم درنة إلى أربع مناطق لسهولة عزلها في حال تفشي أي أمراض أوضاع صعبة تعيشها مدينة درنا شرقية ليبيا عقب كارثة الإعصار دانيال وما أسفر عنه من فيضانات غير مسبوقة تسببت في مصرع أكثر من أحد عشر ألف شخص إضافة إلى أكثر من عشرة ألاف آخرين في عداد المفقودين وفقا لارقام صادره عن الامم المتحده، فضلا عن تدمير 891 مبنى بشكل كامل، ما حول المدينه الى اثر بعد عين. طواقم اغاثه وفرق انقاذ ليبيه واقليميه ودوليه تعمل في درنا وبقيه المدن والبلدات الواقعه شرقي ليبيا، طواقم وفرق من مصر وفرنسا واسبانيا وبريطانيا، تواصل الليل بالنهار لانتشال جثث الضحايا وإزالة ركام المباني المهدمة وفتح الطرقات المغلقة، أوضاع يزيد من صعوبتها غياب التنسيق والأولويات فرغم وصول مئات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق المنكوبة، إلا أن وتيرة إيصال المساعدات إلى المتضررين لا تسير بالشكل المطلوب نتيجة عدم وجود جهة ليبية موحدة لإدارة الأزمة، كما السكان من نقص في المياه الصالحة للشرب وهناك مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة انتشار جثث الضحايا وتحللها، الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تحذر من خطورة المقابر الجماعية وتأثيرها الخطير على المياه الجوفية بالمناطق المنكوبة. مر اسبوع على واحده من اكثر الكوارث فداحه في تاريخ ليبيا لكن يبدو ان تجاوز اثار ما حدث سوف ياخذ وقتا طويلا بدءا من الانتهاء من انتشال جثث الضحايا مرورا بتوفير سبل الاعاشه للسكان ووصولا الى اعاده اعمار المناطق المتضرره الى سابق عهدها